في كل ذكرى محطة ثورية تتجدد فكرة الثورة ويتجدد وعدها، وتعود إلى الواجهة أرواح الخالدين الذين فتحوا صدورهم للرصاص من أجل مستقبل آخرين لن يكونوا بينهم حين تحقق ذلك المستقبل بالنسبة لأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير. ما بين 18 من مارس والحادي عشر من مايو من محطات ثورة فبراير كانت لحظة الغليان بين فنجانين، فنجان إرادة تجميد الثورة من أجل قسمة مطولة أطالت متاعب الشعب، وإرادة ثورية حرة لشباب أرادوا حسم الثورة سلمياً وتعرضوا لمجزرة قرب رئاسة الوزراء على يد قوات مخلوع يوم 11 من مايو 2011. تعرضت الثورة في المرحلة الفاصلة بين 18 من مارس والحادي عشر من مايو لخذلان سياسي أشبه بالهروات النازلة على رؤوس الثوار. كانت الهروات النازلة على رأس الثورة ليست من النظام الذي ثار عليه الشعب فقط، إنما تم إضافة هروات نازلة من داخل الثورة ذاتها، وغالبا كانت مؤلمة. بدأ الفرز واضحا بين إرادتين، إرادة الروح الثورية النقية والروح الثورية المحاصرة بعوائق الهرم السياسي الأعلى الذي كان يقبض جيداً على اللجنة التنظيمية من خلال ترديد صوانة مشروخة اسمها الحامل السياسي، الذي كان لا يكترث لمسألة الحلول الاجتماعية كهدف ثوري من أجل الشعب. في 11 من مايو من عام 2011 بثقت إرادة شبابية مدنية حرة من قلب الثورة، وتعرضت للخذلان من شركاء الثورة قبل المسيرة، وتعرضت للتشويه بعدها، لكنها وضعت بذورا كثيرة على طريق الإرادة اليمنية الحرة. تحضر هذه الذكرى، والذي أمر بإطلاق النار على رؤوس الشباب خارج القانون حينها تم إطلاق النار على رأسه خارج القانون أيضا، ضمن معادلة عجيبة يمكن وصفها بمكر التاريخ.